الحوار والتعايش والسلام ثلاثة عناوين حرص قداسة البابا فرانسيس والملك عبد الله على إبرازها في حفل الاستقبال وإلقاء الكلمات الذي جرى في قصر الحسينية في عمان. البابا فرانسيس وقف إلى جانب الملك عبد الله على منصة الشرف في مواجهة الحرس الملكي بلباسهم التقليدي، وعزف الحرس النشيدين الوطنيين للأردن والفاتيكان في حضور أفراد عائلة الملك الأردني وكبار المسؤولين الأردنيين وعدد من المسؤولين الفاتيكانيين وبطارقة من الشرق. المحادثات الثنائية بين قداسة البابا والملك عبد الله استغرقت نحو 20 دقيقة وركزت على أهمية تعزيز السلام في المنطقة والحوار بين الأديان وأهمية الوجود المسيحي الفاعل في هذا الحوار، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق بينهما في كل هذه المجالات. وفي حضور عائلة الملك عبد الله وفي مقدمهم الملكة رانيا وحشد من رجال الدين المسيحيين والمسلمين والمسؤولين الأردنيين والدبلوماسيين، تحدث ملك الأردن وقداسة البابا. الملك عبد الله دعا لبناء مستقبل مشترك بين المسلمين والمسيحيين يسوده الاحترام المتبادل والسلام والإخلاص لله، وتوجه لقداسة البابا في موضوعي سوريا وفلسطين. Your humanity and wisdom can make a special contribution to easing the crisis of Syrian refugees and the burden on neighboring host countries like Jordan. We must help Syria regain its future, end the bloodshed, and find a peaceful political solution. Your actions and support also continue to be needed to help Palestinians and Israelis resolve their long conflict. قداسة البابا شدد في خطابه أيضا على أهمية السلام في المنطقة، ولا سيما وقف ما يجري في سوريا والتوصل إلى حل عادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مركزا في شكل خاص على الدور الذي تلعبه الجماعة المسيحية في الأردن والقيادة الأردنية في تعزيز الحوار بين المسيحيين والمسلمين من خلال خطوات فعالة. يدرك الأردن أن الدور التوفيقي الذي يمكن لقداسة البابا أن يلعبه في الأزمتين السورية والفلسطينية قادر على تجنيب دول المنطقة الأخرى ومنها الأردن مخاطر جمة قد تؤثر في شكل خاص على ما تبقى فيها من تعايش وترفع من منسوب التوتر والتعصب. بسام أبو زيد، بيير يوسف، قصر الحسينية، عمان.